جانا زينا المسيح، هتفنا لدم الشهيد، واجهنا دوشكا واربيجي، شان ابني سودان الجديد. نجينا زينا المسيح، هتفنا لدم الشهيد، واجهنا دوشكا واربيجي، شان ابني سودان الجديد. وهمست في طرف الخليج، ناديته كان حماد شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان درع الساحات قصير، كان هز بسيف النصر، كان مد ليل كان ذاكئيل. هسع كتبنا لك جواب. نحييكم عبر هذه المساحة الزمنية الخاصة من قناة الشروق، ودعونا بدءا بما أن الشعب السوداني بالأمس القريب وفي 3 يونيو احتفل بمناسبة عظيمة، وهي ذكرى فض الاعتصام من أمام القيادة العامة. بالتأكيد هي كانت مجزرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، حملت الآلام والأشجان، واستدعى السودانيون في مختلف أرجاء هذا الوطن هذه الذكرى الأليمة. احنا بنستغل هذه المناسبة بنحيي الشهداء اللي أرواحهم فاضت إلى بارئها فداء لهذا الوطن. كمان بنحيي أسر الشهداء، معارفهم بنترحم عليهم، والمفقودين بنتمنى أن ربنا يجمعهم بأهاليهم. وكمان للناس اللي فقدوا أعضاء من أجسامهم وجرحوا وتأذوا بفعل هذا الفعل، بنسأل ربنا لهم عاجل الشفاء. بنحييكم وين ما تكونوا مشاهدين الكرام، واسمحوا لي ان ارحب بضيفي في هذه المساحه، الاستاذ امين سعد، منسق التنظيم والميدان بقوى اعلان الحريه والتغيير. استاذ امين، السلام عليكم، مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله. في البدايه شكر لكم استاذ احمد الجعلي في قناه الشروق على الاستضافه، وبنترحم على ارواح شهدائنا الابرار وعاجل الشفاء لجرحانا والمصابين، وربنا يجمعنا بالمفقودين، يجمعهم بأسرهم برفاقهم السوار. والتحية أيضا لأسر الشهداء ولأسر المصابين، وتحية كبيرة أستاذ أحمد لنضالات المرأة السودانية المشهودة الغادت لسلمية الثورة، وغادت معانا المعركة كتف بكتف لغاية ما وصلنا هذه المرحلة اللي نتكلم فيها في قناة الشروق. شكرا. وهم بجهدهم جميعا جعلوا هذا اللقاء ممكن، وجعلوا الشعب السوداني يكون في هذا الوضع الممكن. أيوة. لو رجعنا بالتاريخ ورا شوية قبل ما يتفضل اعتصام، معنا أصلا كان في اعتصام، الشعب ثار والمواطنين ادعوا وهبوا و مشوا لجغرافيا محددة في العاصمة الخرطوم، هي أمام القيادة العامة، وكان الاعتصام. ففكرة الاعتصام وفكرة أنه يكون في اعتصام وين؟ في حرم القيادة العامة. طبعا أستاذ أحمد، يعني الثورة دي ما كانت بالعفوية المطلقة الناس بتتحدث بها، أو عن أنها نشأت عفوية في بعض الأغاني، لكن يا هو التراكم النضالي بتاعنا الطويل اللي بدينا به من اليوم الأول لانقلاب نظام الجبهة القومية الإسلامية، استمر النضال ده لغاية ما توج بوحدة قوى المعارضة، وأضيف لها الزخم الثوري من لجان المقاومة، وده أنتج هذه الثورة وأنتج هذا الانتصار. والاعتصامات بدت في حتات متفرغة، لكن في النهاية استقر إنه الاعتصام يكون قدام القيادة لرمزية القوات المسلحة، لتاريخها الطويل الوطني المشهود، وفي انحيازة دائما للثورات ولشعبها. فده من هنا كان الوجود قدام القيادة العامة. انت كنت حاضر الاعتصام وتشكله في لحظاته الاولى،
والله للأسف نحن في 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 يوم 6 أو أنا من يوم 5 يوم 23 12 أنا كنت معتقل. أنا طلعت بأمر الثورة والثوار يوم 11 أبريل من موقف شندي، دخلنا الاعتصام طوالي. طيب شنو كان ملفت لك بالنسبة لك وانت طالع من المعتقل؟ بالتأكيد في المعتقل ما حتكون يعني بتكون معزول من العالم الخارجي، شنو كان مدهش بالنسبة لك وانه هذه الأعداد الضخمة من المواطنين اللي ادعوا لهذا المكان بصحنات مختلفة، أفكار مختلفة، مفاهيم مختلفة؟ هي في الحقيقة يعني ما كنا معزولين في المعتقل بالمعنى يعني نحن يعني في ده بقول انه أخونا الرفيق محمد ضياء الدين كانت عنده زيارة من أسرته ودخرت الزيارة، وهو قاعد منتظر الزيارة سمع الهتافات بتاعت الثوار وسمع الرصاص وكده، وأصر إنه من كوبر يرجعوه المعتقل في موقف شندي عشان فهناك جاء وهتف نقل الخبر السعيد. نعم نحن كنا متوقعين إنه في أحداث كبيرة قاعدة تحصل خارج المعتقل، وطلعنا يعني هي حاجة كده ما بتقدر توصفها يعني نحن يمكن يعني كان لو الاعتقال ده استمر وما شهدنا هذه اللحظات يعني الواحد تكون في نفس أسرة يعني إن إحنا شفنا عظمة هذا الشعب السوداني ونحن طالعين من المعتقل. طيب أنتوا دوركم شنو يعني بعد ما جيتوا طلعتوا من المعتقل وجيتوا هذا الاعتصام أمام القيادة العامة؟ بالتأكيد بعد ده بيبقى دوركم أنتوا من معتقلين لقوة فاعلة داخل هذه الكيانات المجتمع المتشكلة اللي شكلت اللوحة الجمالية اللي كل يعني العالم تابعه وأذهلته بسلميتها. وانا هنا لو جاز لي يعني اقدم يعني ما شكر لكن اقول فخر واعتزاز باخواننا غادوا الثورة بعد ما نحن دخلنا المعتقلات وتصدوا لمسؤولية قيادة الثورة، واخص هنا الاخوان والرفاق في لجنة الميدان. نعم غادة المواكب دخلت الناس الاعتصام، ساهمت في إنتاج البرامج بتاعت الحراك الثوري لغاية ما دخلوا القيادة العامة. فديل أبطال مجهولين تماما هم. نحن لما طلعنا يعني لقينا إنه حتى الأوضاع داخل الاعتصام إذا كانت اللوجستية التنظيمية التأمينية يعني سيت اب كامل للاعتصام وتأمين والحراك خلاله كده، فاليوم الشكر واليوم التحية. يعني انت قبل ذكرت انه يعني هذا التداعي وهذا التدافع لابناء الشعب السوداني في منطقة الاعتصام امام القيادة العامة ما كان يعني بالصدفة ولا كان بالعفوية الناس اللي بتكلموا عنها، طيب منو كان بيرتب لهذا الامر في انه يصبح بالشكل ده؟ وهل كان متوقعين انه ينجح هذا النجاح المنقطع النظير؟ نحن من الجداول بتاع التجمع المهنيين هي ما كانت بتاع التجمع المهنيين صرفه كده انه ده نشاط بس بتاع التجمع المهنيين، ده النشاط بتاع الحريه والتغيير، ودي الجداول بتاعت الحراك الثوري ساهمت فيها القوى السياسية المكونة لتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير. ف ده ودى الناس لترتيبات لتنظيم محدد ساق الحراك الثوري كله لأنه ينتج هذا الاعتصام العظيم. ده بقولنا لانه يعني تجمع المهنيين هذا المسمى يعني ولد بهذا الشكل، ربما كان مفاجئ لكثير من المهتمين والمتابعين للشان السوداني اذا كان في الداخل او في الخارج. ف 200 شكل هذا الجسم ومنو صاحب الفكره او اصحاب الفكره وشكل من منه؟ وشوف التجمع بتاع المهنيين فكره قديمه
لكن التجمع بتاع المهنيين الحالي يعني تقريبا نتج نحن بعد ما في 2018 في بدايته في شهر واحد كان في يوم 16 يناير كان في موكب بتاع الحزب الشيوعي لتسليم مذكرة لمجلس التشريعي اللي هو كان بيرفض الميزانية. الموكب ده ذاته دعت له في الحزب الشيوعي دعا له الحزب الشيوعي في العاصمة. ونحن في الوقت ده كنا كقوة سياسية قاعدين نعيد لمجموعة بتاعت فعاليات واحتفاليات للاحتفاء بذكرى الاستغلال، وقلنا نربطها طوال تستمر لغاية 30/4. يوم 16 لما الحزب الشيوعي أعلن ده، يوم 17 أيضا حزب الأمة عمل الموكب بتاع أمدرمان اللي هو الناس لما مشوا ميدان الأهلية لقول الميدان مليان مويه وبتاع ما قدروا ينظموا الفعاليه ينظموا، وحتى الامام السيد الصادق منع من انه يجي الميدان، وبعد ذاك مشى دار حزب الامه والناس حصلوا هناك. يوم 18 ايضا كان في الاحتفال حزب الجمهوري باستشهاد الباشمهندس محمود محمد طه عليه رحمة الله. والثلاثة فعاليات دي يا أستاذ أحمد نحن كنا في المعتقلات أيضا، فجابت خلق كل القوى السياسية. يعني أي زول ساهم في هذا الحراك من يوم 17 لغاية يوم من يوم 16 لغاية يوم 18، المعتقلات دي اتملت لدرجة انه الناس ما كان شالوا ناس ودوهم الاغاليم. ومن هنا احنا ايقنا انه العوامل الذاتية لنجاح ثورتنا عشان نضغط هذا النظام اتوفرت اكتملت، وبدأنا نخطط لده. القوى السياسية نداء السودان كانوا راجعين من أديس أبابا بعد فشل المفاوضات، والتقينا بهم في الإجماع الوطني وحزمنا أمرنا إنه النظام ده ساقط بعد لا محالة. كان عندنا كل القضايا المطلبية، الحركات الشبابية، الحركات النسوية المعارضة، ديل كلهم جمعنا ما يسمى بتيار الانتفاضة. وده ليتر لما نجي نتكلم عن يوم 25 اليوم التجمع المهنيين قرر فيه انه يقدم مذكره ل ل ل ل للمجلس الوطني. كان عنده دور رئيسي اللي هو تيار الانتفاضه. القوى المدنيه ايضا اتجمعت كلها وبقينا في تجمع المهنيين. تجمع المهنيين يتكون بعد ذاك من 8 أجسام تقريبا على ما أذكر، فيها الأطباء بأجسام مختلفة والبياطرة والصيادلة وشبكة الصحفيين. والمهم الأجسام اللي كونت لجنة المعلمين والمحامين دي نشأت حتى في دور أحزابنا. يعني هذا التجمع نشأ في دور أحزابنا وطالبوا بأنهم يكونوا مستغلين عن الكتل السياسية، وأديناهم الحق ده. ووجهنا كل الكوادر بتاعت أحزابنا والقوى السياسية أنه تنضم لهذا التجمع المهنيين وتقويه. ومن هنا انطلق تجمع يعني نقدر نقول أنه تجمع المهنيين هو امتداد لتجمع المهنيين اللي شكل في الفترة السابقة. أكيد يعني ما جديد، لكن ربما توسعت المظلة وضم في كيانات سياسية أخرى. طيب يعني بالتأكيد يعني بعد ذلك بيبقى في مسألة الاعتصام أمام القيادة العامة الدور زي الفكرة تبلورت لكل الأجسام، وبيبقى في توزيع أدوار ومهام. فكيف بتتوزع الأدوار وكيان جامع يعني ربما يكون الأول في تاريخ السودان أنه يضم هذا العدد الكبير من الكيانات السياسية؟ لا، ما هو الحرية والتغيير سابقة للاعتصام.
يعني ما الحرية والتغيير جاءت بعد الاعتصام. أقصد توزيع أدوار داخل الاعتصام، والاعتصام بالتأكيد يعني كل الناس جاءت يعني اتحشرت فيه من غير سابق تجربة في حتى في إدارة النشاط بالكثافة للعدد الكبير من الناس. لا ما هو ده ما يبدو للناس، لكن هي من ديوان لما بقت في حرية وتغيير عملت تنسيقية، هذه التنسيقية فيها لجنة اسمها لجنة الميدان اللي أنا ذكرتها لك وقلت لك نحن بنفتخر جدا بدورها. لجنة الميدان هي أنتجت الحراك الثوري ده كله وحافظت على استدامته، وبعد ما الناس دخلت الاعتصام كانت هي القائد الفعلي والحقيقي للاعتصام من كل النواحي، قلت لك النواحي اللوجستية، تأمينه، المناشط اللي بتتم فيه، كل المسائل دي كانت مسؤولية لجنة الميدان. أستاذ أمين، في ناس كثير من الناس اللي بيشاهدونا الآن بيفتكروا أنه الصبة أمام القيادة العامة هي نتاج لركوب راس للشباب اللي يعني قادوا هذه الثورة، كانوا وقود حقيقي ومحرك حقيقي لهذه الثورة. ما أصلا أنت لو ما هي في ركوب الراس بتاع الصبة ده مهما أنت وضعت برنامج اللي بيمشي له منه، لكن هو ركوب الراس والجسارة. هل أنا قلت لك نحن من يناير 2018 الجسارة الواجهوا بها هؤلاء الشباب الغمع بتاع جهاز الأمن في المعتقلات، يعني نحن يقلنا إنه ديل تاني خلاص يعني الثورة دي ناجحة بتصل لأهدافها وغايتها إن شاء الله. كنت مذهول من إنه يعني هذا يعني هؤلاء الشباب الصغار اللي بتتراوح أعمارهم ما بين 15 لحد سن 40، وهم ديل اللي نشأوا في ظل يعني وجود الإنقاذ ودرسوا مناهجها وكانوا في الجامعات، يعني كنت مذهول من انهم هم ذاتهم ينقلبوا على هذا النظام ويساهموا بشكل كبير جدا في اسقاطه. تعرف يا استاذ احمد يعني من زمان، يعني احنا الواحد لما نيجي طالع من المعتقل يعني طوال الناس بيسالوك يا اخي انت تعبان في شنو؟ الشعب ده خلاص الكيسان ده دجنوا تاني ما بيعمل لكم ثوره، وناس يصفوا الشعب السوداني بانه جبان وبتاع، لكن ما كانت قناعتنا. نحن كنا واثقين انه في يوم من الايام هذا الشعب حيحدث الفريق وحيحول موازين القوى لصالح القوى السياسيه المعارضه لهذا النظام الفاسد. فنحن بس قلت لك يعني قناعاتنا كل يوم بتتطور في انه نحن العوامل الموضوعيه او الحاجات الموضوعيه العمل النظام بتقوم قيامها ما بتقوم ثوره وخلاص. لكن كنا منتظرين العوامل الذاتيه على اساس انه تحدث الثوره. فبعد ذاك نحن طوال جاتنا القناعه دي من يوم من شهر يناير انه العوامل الذاتيه دي بدات تتشكل، محتاجه مننا نحن في القوى السياسيه للدفع ده على اساس انه ننتج بها الثوره. نعم. طيب لو سالنا انه يعني التيارات السياسيه الموجوده في الساحه واللي ساهمت في اذكاء جزوه هذا الحراك الكبير للشعب السوداني، هل التنسيق بينه كان بالاحكام الشديد اللي ممكن يخلي الناس تتفائل بنجاح هذه الثوره؟ وهل كان يعني اسهامه كل زر رمى بسهمه، ولا في تفاوت في الاسهم من حيث العدديه وحتى التعاطي مع المساله دي؟ انا ممكن اتكلم يعني عن قبل ده، انه نحن قلت لك انه تجمع المهنيين لما قرر انه يوم 25 ديسمبر يقدم المذكره، الاستعدادات لانه كيف تقدم المذكره دي، يعني نحن جمعنا تيار الانتفاضه يوم 22 ديسمبر في دار البعث الاصل في ام درمان. الاجتماع ده عشان اجتماع مهم، وجمعت له كل القوى بتاعت القضايا المطلبية وكل الحركات الشبابية السائرة وكل المنظمات النسوية المعارضة وكل المجتمع المدني وكده. لأهمية هذا الاجتماع كان يعني برئاسة
الله يرحمه ويعني بطل ليلة المتاريس ومعلمنا المتاريس أستاذ فاروق أبو عيسى أصر على رأسة هذا الاجتماع رغم مرضه الظرف الصحي يعني. وحتى هو داخل الاجتماع عليه رحمة الله كان يعني 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 تعب في الاجتماع، وهم طالعين دارين يودوا المستشفى هنا بعد ذاك اعتقلوا يعني القيادات بتاع التيار الانتفاضة والإجماع الوطني في هذا الاجتماع. نعم. فده كله يعني يعني قلت لك الحاجات ما جاية، المسألة مشت لغاية ما وصلنا، لأنه نحن من القضية تكون قضية مطلبية بس في تجمع المهنيين انه نحن نشيل مذكرا نوديها للمجلس الوطني عشان دايرين مرتبات او زياده اجور، لانه المنهج كله يتغير لتنحي النظام. نعم. طيب بالنسبه لتجمع المهنيين، هل الانتماء له كان كل الناس المنتمين على يعني خلفيات سياسيه، ولا في ناس ممكن يكون ما عندهم علاقه بالسياسه لكن الهم في انهم يشتركوا في تحريك الشعب السوداني عشان ما يكون في ثوره وتغير نظام، بعد ذلك ده كان المحرك الاساسي، ولا كان في اي زول انتمى لهذا الجسم كان عنده خلفيه سياسيه؟ لا، في ناس ما 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 كله ما هي واحده من اسباب نجاح تجمع المهنيين في التفاف الناس حاولوا انه هما ما بتاع القوى السياسيه، ولا بس الناس اللي في الاحزاب هم اللي في تجمع المهنيين، ولا الفكره الاساسيه بتاعته بدت بالناس المنضوين للاحزاب السياسيه بس. كل الناس المهنيين الثوريين كانوا بيفتكروا انه يغيروا النظام هم اللي قاموا باعداد المذكره وقبالة البرنامج بتاع تجمع المهنيين. بالنسبة لسؤالك القبيلي انه هل كل الناس دي ساهمت مساهمات واحدة، ان احنا يعني يعني الثورة دي نجحت بوحدتنا، ودي نحن حاسة ما دارين نلعب فيها وما دارين نفرط فيها. الناس في اعلان الحرية والتغيير كانوا على قلب انسان واحد، وده السبب النجاح الحقيقي للثورة، وكل الناس ساهمت فيها مساهمات مغدرة. و نعم، واحدة من الأجسام لجان المقاومة، يعني دي وليد شرعي للحراك الثوري، وقدم ما قدم من خلال شباب يعني في على طول السودان وعرضه. بالتأكيد يعني لجان المقاومة واحدة من الأجسام المهمة جدا، إبان الثورة وما بعد الثورة. يا ريت لو تكلمنا عن 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 هذا الجسم شوي. التروس. الناس الراكبين راس. الشباب والكنداكات السوار قاموا حقيقة يعني يعني بأعمال عظيمة، كانوا جسورين، كسروا حاجز الخوف من النظام ومن قمعه ومن أجهزته الأمنية، وقدموا ما للسودان للعالم يعني أعظم ثورة سلمية ليوم التحية. ومن هنا أنا دائما يعني قاعد افتخر وإني أنا عضو في لجان المقاومة، يعني قبل ما أكون سياسي، قبل ما أكون في حزب، قبل ما كده نحن صوار في لجان المقاومة، نحن معاهم في خط الثورة لغاية ما إن شاء الله الثورة تحقق كل الأهداف اللي ماتوا من أجلها الشهداء. أستاذ أمين، حنجي نشوف لجان المقاومة والدور اللي ظلت تلعبه، وفي حاجة اسمها لجان التغيير والخدمات، هل هي حاجة واحدة ولا مختلفة؟ لكن الإجابة على هذا السؤال بتجي بعد هذا الفاصل، نتمنى أن تكونوا معنا.
لجان المقاومة هي اللجان المسؤولة من الحراك الثوري، ولغاية ما أسقطنا النظام. بعد ما أسقطنا النظام بقى دورة الأساسي كيف نحافظ على هذه الثورة. قبال اللجان التغيير والخدمات دي كان في لجان، اللجان الشعبية اللي تحلت من ضمن الحاجات بتاعت النظام اللي تحلت. نعم. اللجان التسييرية دي كونتها لجان المقاومة طبعا طوالي قاموا، واللجان الشعبية اتحلت، لجان المقاومة في الأحياء كونت لجان تسييرية عشان تقوم بعمل الخدمات والحاجات اللي بتقوم بها اللجان الشعبية. نعم. اللجان دي لسه كان في الفلول بتاعنا النظام موجودين في الخدمة المدنية، الصلاحيات بتاعتهم كلجان مقاومة اتغلصت جدا، ما عندهم اختام، ما عندهم كده، وشالوا منهم كل الصلاحيات. قاموا طلبوا، لجان المقاومة طلبت انه لابد انه هذه الصلاحيات تعود للجان التسييرية. وقامت وزارة الحكم الاتحادي في نوفمبر تقريبا طلعت قرار بتكوين اللجان بتاعت التغيير والخدمات، غيرت مسماها من لجان شعبية أو لجان تسييرية للجان التغيير والخدمات، وأدت الشرف ده للجان المقاومة لتكوين هذه اللجان. نعم. كدور طبيعي وامتداد لدورها. لكن القرار، وبعدين القرار وجه يعني بهجمة شرسة جدا، انه داري دج لجان المقاومة ويشغلوا كناسين ويشغلوا النقاشين وما عارف. واصلا ماذا كان يعني اللجان دي عندها دور عظيم بتقوم به، وهي اول خطوة في الحكم المحلي. فقمنا شلنا القرار وشرحناه للثوار، وهم تصدوا للمسؤوليه دي كعادتهم في انهم يصدوا حتى في مسؤوليتهم تجاه وطنهم، وغيروا نظام مكث 30 سنه برضه يصدوا لده، وكونوا لجان التغيير والخدمات في معظم الاحياء والغرى والفركان، كونوا اللجان بتاعت التغيير والخدمات. نعم. اللجان دي لجان خدميه، وما بتعيق إني أنا أكون عضو في لجان المقاومة وأكون عضو في لجنة الخدمات والتغيير. زي يد بتحمل السلاح ويد تحمل غصن الزيتون، نحن قاعدين في اليد بتناضل وتعمل الحراك الثوري دي موجودة، وما في سبب بيخليها تضعف أو تلين. وفي اليد الثانية نحن برضو بنساعد في بناء وطننا عبر اللجان بتاعت التغيير والخدمات. نعم. فما ما ما في تعارض بين انك انت تكون عضو في لجنة المقاومة وتكون عضو فينا، لكن السوار والتروس في لجان المقاومة ما قاعدين يمشوا للشغلانة بتاعت اللجان الشعبية دي او اللجان بتاعت التغيير والخدمات، بيفتكروا انه في اخرين ممكن يقوموا بالدور ده. الحرية والتغيير كحاضنة سياسية لهذه الحكومة عندها هياكلة، اللي هي مجلس المركز اللي بيرسم السياسات العامة اللي بيراقب أداء الحرية والتغيير اللي بيعمل اللي بيعمل. نعم. وعندها جسم تنفيذي اسمه التنسيقية المركزية اللي هو إعلان الحرية والتغيير، ودي مسؤولة من تنسيقيات يعني عندها 11 لجنة هذه التنسيقية لمختلف الحاجات، وعندها إشرافة على التنسيقيات بتاعت في كل ولاية. نعم. هنا في الخرطوم كان إنه الفكرة أن تدار ولاية الخرطوم عبر من التنسيقية المركزية ذاتها، هي تدير ولاية الخرطوم. وده يعني زي أخذ حصل فيه شوية اختلافات وحاجات. واخيرا يعني حاسه ان احنا استقرينا على انه ننشئ تنسيقيات في المحليات، الجسم المركزي في الولايه كتنسيقيه في الولايه دي يمكن تكون التنسيقيه المركزيه، يمكن
لكن إذا ما قرر المجلس المركزي والتنسيقية المركزية إنه يكون في تنسيقية لولاية الخرطوم، هي بتتشكل بطبيعة الحال من كل الكتل السياسية المكونة للحرية والتغيير. ما فيها خلاف، ما فيها مشكلة في إنها تتكون، لكن صلاحياتها حتكون كيف، تعمل تداخلات أو تقاطعات مع التنسيقية المركزية أو مع اللجان بتاعتها الشغالة، ده تدرس بعدين الحرية والتغيير وتقرر فيه. التنسيقية بتاعت الحرية والتغيير في المحلية برضو هي بتكون جسم سياسي قاعد يدعم السياسات بتاعت الحكومة على المستوى المحلي. نعم. طيب، في اتجاه انه تكون في تكوين لجان مشتركة ما بين لجان المقاومة والحرية والتغيير، هل تمت مناقشات في الأمر ده بشكل، ولأي مرحلة وصلت الفكرة؟ هو التنسيق بيكون قائم، نحن دائما لجان المقاومة بنتعامل معها كجسم مستقل، ما بنربطها بالهياكل بتاعت الحرية والتغيير عشان نفقد هذه الاستغلالية. كيف تترتب على المستوى المحلي، كيف تتربط لجان المقاومة بالحرية والتغيير، ده عايد للتنسيقية المحلية، هي اللي بتكون أقدر على إنها ترتب علاقتها مع لجان المقاومة. لكن لجان المقاومة ذاتها إذا شلتها دخلتها في الهياكل بتاعت الحرية والتغيير بتفقد استغلاليتها، وده انا شخصيا ما ميال لانه نحن ندخل لجان المقاومه في الهياكل بتاعت الحريه والتغيير. غير نحن بنتكلم عليه، نحن موحدين وقاعدين ننجز برنامج واحد وكده، لكن في ايضا بعض الصراعات السياسيه او الخلافات السياسيه اللي بتنشا داخل الكتل السياسيه دي ما زالت طبيعيه، ما فيها كلام. نحن ما دايرين الصراع السياسي بدانا نحن كقوة سياسية ننقله للجان المقاومة بأي شكل من الأشكال. لجان المقاومة ذاتها بتتهيكل حسة، بتعمل في هياكلها على المستوى المحلي والمركزي والولاي، وده بساعد جدا بعدين انه نحن بنكون قادرين اذا كنا على مستوى الحرية والتغيير او على مستوى حكومة الثورة، إننا نحن هنتعامل مع جسم واحد جامع لكل. نعم، لكن على أرض الواقع في بعض المحليات أو بعض المناطق بنلقى في تنسيق ما بين الجسمين الاثنين. لكن التنسيق ده أصلا موجود، يعني نحن ما قطعنا صلتنا بلجان المقاومة ولا لجان المقاومة قطعت صلتها بالحرية والتغيير، نحن مربوطين ربط وثيق. بتحصل بعض الهنات وبعض المشاكل هنا وهناك، لكن احنا كلنا ان شاء الله بوعي الثورة، بوعينا كقوة سياسية، بوعي التغيير، قادرين اننا ان شاء الله نسيطر على الحاجات البسيطة بسيطة دي ونمشي لقدام. احنا ما عندنا سلاح استاذ احمد، ما عندنا لا عندنا طبنجة ولا قاعدين نشيل سيخ ولا قاعدين نمشي نتلبد للناس بالليل بعكاكيس. نحن قوتنا في هذه لجان المقاومة، ونحن حريصين جدا على استدامة الرابط معها بالشكل. في دعوة في أنها تكون مستقلة عن الانتماءات السياسية، هل المسألة دي ممكنة؟ يعني على أرض الواقع ممكن تحدث؟ هو ما 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 في هنا، ما أنا حسب قلت لك أنا عضو في لجنة مقاومة. هل ده بيرفضوني ناس الحزب ولا يرفضوني الناس لجان المقاومة لأنه أنا منتمي لحزب؟ أنا أفتكر لا، أفتكر إنه نحن بس الحاجة اللي بنرجوها من القوى السياسية أو ناسنا الموجودين كسوار مع لجان المقاومة ما يشتغلوا لهم عمل سياسي يجير الشغل بتاع لجان المقاومة لخط سياسي، لكن خلونا كلنا نشتغل في اللجان دي كسوار. نعم. السوار ما برفضونا. حس أنا لما أمشي أقعد مع السوار في لجان المقاومة
ما قاعد احس انه انا مرفوض غريب. منهم، لانه في النهايه انا ما داري اتكلم لزول عن حزب حشد الوحدوي ولا عن افكاره ولا عن اسوق بهم خط. لكن كل الفكره الدارين نتكلم عنها اننا نحن الان ما دارين نتكلم حتى عن احزابنا السياسيه، نحن دارين نتكلم عن انه العقد بيننا وبين الشعب السوداني بما فيهم لجان المقاومه اعلان الحريه والتغيير. بالمفهوم ده نعم نطور اعلان الحريه والتغيير على اساس انه نكمل به ثورتنا لغايه ما نصل للدوله المدنيه الماتوا من اجل الشهداء. ده وعدنا اليوم وعدنا للشهداء ديل انه نحن حنظل ورا الثوره دي عشان نحقق المدنيه. الحاجه الثانيه اننا نحن حق الشهداء ده ديل في رقبتنا، نحن مسؤولين منه وحنجيبه ان شاء الله. في بعض الاحزاب يعني بدت حراك حتى بتتنقل في الاقاليم وفي الخرطوم في اجزاء مختلفه من ولايه الخرطوم، فالناس تفسير انه الحاجه دي ممكن تكون استقطاب بشكل يعني مباشر او غير مباشر لهؤلاء الشباب حتى انه يتم يعني استقطابهم في حزب معين او مسمى معين. ما طبعا حق الاحزاب الطبيعي، انا كحزب من حقي استقطب، مش كده؟ انا لما اشوف استاذ احمد الجعلي ساير وعنده دور في مجتمعه وكده وبتاع، اي حزب اتمنى ان احمد الجعلي يكون جزء حزب ده، مش كده؟ وده ما ممنوع ولا حرام ولا عيب. لكن انا بتكلم عن شنو؟ انه انا من ساعة ما امشي بصفتك الحزبيه بصفتي باخذها من الحريه والتغيير اشتغل بها شغل سياسي او حزبي او استقطب في لجان المقاومه بالصفه دي. انا اللي حاسه ما مشيت لواحد من الثوار ديل قلت لهم يا اخ تعالوا بعرفهم اذا كان هنا وعلى مستوى الولايات، ما مشينا تكلمنا مع زول انه يا اخ تعال خش معانا حزب او تعال خش معانا كتله او دارين نشغلك في الخط بتاع الاجماع الوطني او دارين نشغلك في الخط بتاع نداء السودان او خلاف. نعم نحن شغالين باسم الحريه والتغيير عشان نحافظ على الفترة الانتقالية دي، ننتج بعد الدولة المدنية اللي احنا حلمنا بها ان شاء الله ونضلنا من اجلها. طيب الاتجاه العام وسط قوى الحرية والتغيير بأكد أهمية مشاركة لجان المقاومة في ان يعني تضع وتتخذ وتنفذ قرارات سياسية مشتركة مثلا ما بين قحط ولجان المقاومة، تعليقك شنو على الحاجة دي؟ أكيد ده منطقي وسليم انه لجان المقاومة زي ما شاركت ومع الناس فينا تعمل هذه الثورة العظيمة وكان العبء الأكبر عليها، بالتالي القرارات اللي بنتخذها يجب أنه يكون عندهم دور فيها. أنا زي ما قلت لك قبل في خلافات حتى بين لجان المقاومة، في حبة خلافات محتاجة لأنه لجان المقاومة تقعد عشان تجسرها مع بعض، وقلت لك انهم هم حاسه سعيين في انهم يعملوا يهيكلوا لجان المقاومه يعني بشكل يتيح لك انت كحريه وتغيير او حكومه الثوره انك انت في جسم بتكون قادر تتعامل معه طوالي. يوم اللي تكون هذا الجسم ولانه حاسه نحن بالخلافات الحاصله في بعض المناطق بتمشي تتعامل مع جهه بتجي جهه ثانيه تقول لك يا اخ ده اللي دعمته معهم، فده لما يكون عندي انا جسم واحد الجسم ده انا بقدر اشركه في كل القرارات، بقدر اناديه ويجتمع بيه اناقشه ونتفق نصل لقرار نطلع من الباب ده ننفذه. نعم استاذ امين، كثير من في الفتره الاخيره كثير من الحاجات او الانشطه خارج النص، اعتداءات على خلاوة، اعتداءات على أشخاص، على مواطنين، كل الأمر ده بينسب للجان المقاومة. شفت أستاذ أحمد الشيطنة بتاعت لجان المقاومة أو اتهامها أو إلحاق الأذى بها يعني كثر في الفترة الأخيرة بشكل كبير، لكن خلينا من ده. فلول النظام الليلة بيستعملوا شعاراتنا بتاعت الثورة عشان ينسبوها للجان المقاومة وعلى أساس إنه كمثال مثلا إنه يقوموا يطلعوا لك بفرية يقول لك يا أخي والله نحن دارين نمشي نحتل المغرب بتاع نبيل أديب عشان
عشان يتأخر في انه يعلن النتائج مثلا يعني. فده لجان المقاومة اللي قامت بالثورة العظيمة دي اضربت بها مثل قلت لك للعالم كله أبعد ما تكون عن إنه يعني يجي منها عيب ولا يجي منها فعل شاذ أو ما في محله. نحن واثقين في لجان مقاومتنا. أي زول بيقوم بأعمال تخريبية أو أعمال بذيئة أو أعمال ما عندها علاقة بالثورة ده نحن مفروض نفتشه منه ونجيبه ونثبت للناس انه ديل ما لجان المقاومه، لجان المقاومه ما قاعده تعمل. في بعض الناس في بعض المناطق بيعرفوا اسماء بعينها كانت تنتمي للنظام السابق، الان هم بيصدروا المشهد وبيسموا نفسهم لجان مقاومه، فكيف يستقيم الامر وشنو الممكن يحمي لجان المقاومه من الناس ديل ويحميهم كمان حتى من الممارسات اللي بتتم وتكلمنا عليها؟ كثير الممكن يتخذ في 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 شان حمايه لجان المقاومه هم اقدر على حمايه برنامجهم وعلى حمايه اسمهم ونشاطهم. لكن لغايه حسه خلينا نقول انه الماشي ده في لجان المقاومه ان شاء الله قريب نحن بنكون قادرين انه اي زول في لجنة بتاعت مقاومة بيكون معروف ومعرف ونافي لجهالة زول يجي تاني يتهمنا أو يتهم لجان المقاومة بحاجات ما فيها. إن شاء الله ده بيحصل قريب، ما نستعجل عليه. الحاجات الماشية حسة دي داب ملمزة التي تترتب بشكل النهائي إن شاء الله بنكون نحن بنقع ونقوم، لكن في النهاية بنصل للصيغة بتأمن لجان المقاومة بشكل ما نحتاج فيه، لأنه نحن حتى ندافع عنها. يعني الناس اللي يعني عندهم رأي في لجان المقاومة النشاط اللي بتقوم به بيفتكروا أنه لسه الناس عندها شطط الثورة الأول، يعني لسه الروح الثورية بتاعت البدايات إسقاط النظام لحد فترة الاعتصام لسه موجودة في دواخل الناس، فبترد على الناس دي اللي بتقول شنو؟ ما نحن دايرين ده، ما نحن قبل قلت لك ما هي في مراحل، يعني الثورة عندها مراحل. الناس بتكلم عن انه ما زال الثوار متمسكين بالمرحلة الأولى بتاعت حرق اللساتي يقول هتافات اللي بتتناسب مع المرحلة الآن. الناس في مرحلة مختلفة بعد مضي عام من عمر أنا في ذا بس لك الطاقية بتاعت الثوار بتاع لجان المقاومة. أنا بفتكر انه طول ما نحن ليه حاسة بمشي المحلية ولا بمشي أي محل بالقفل ولا النظام قاعدين راجيني، أنا بفتكر إنه الشرعية الثورية هنا أنا محتاج ومضطر إنه أنا أتعامل بها. لكن طول الوقت نحن قاعدين نتكلم مع أخواننا الثوار والكنداكات في إنه الآن مش ما الشرعية الثورية موجودة ما بنخليها دي اتمنى لا، لكن الدايرين نحن نقوله انه ما في كل الاوقات نحن محتاجين نستعمل الشرعيه الثوريه. نحن حاسه عندنا دوله بتاعت مؤسسات، دوله الاجهزه العدليه فيها مكتمله، نحن بالقوانين الموجوده والمتاحه بنفكك في النظام بشكل جيد. لغايه ما يتفكك النظام نحن بعد ذاك بنكون قادرين انه نحن يعني مش ما نستعمل شرعيه ثوريه. الشرعيه الثوريه زي ما قلت لك موجوده والثوره موجوده والمقاومه في نفسي زول، بس نحن بعد ذاك بنكون انتقلنا لمرحله حقيقيه بتاعت انه نحن ما بكون في بالنا انه انا قدر ما اضع لي خطه مهما كانت جميله حينفذ لي زول من فلول النظام. أنا لما أكون واثق في أحمد الجعلي هو المسؤول من الحتة الفلانية وقاعد ينفذ في الخطة بتاعت الثورة، يبقى نحن انتهينا. والوقت ذاك لجان المقاومة بتكون واثقة إنه الخط المتفقة مع الحكومة عليه هو الخط الماشي. نعم استاذ امين، في جزئيه يعني معينه عايزين نتطرق لها ولابد من ان احنا بنجي معاك الحوار ده نسمع رايك فيها ونشوف شنو كان دار في كواليس اللي هي انتخابات سكرتاريه تجمع المهنيين. كثير من الناس تكلم عن خلافات، عن
مؤامرات ربما الكلمة لا تصلح بالقدر لكن ممكن تكون مناسبة في حينها. فيا ريت لو تكلمنا عن هذه الجزئية وشنو الدار في 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 أروقة الجسم والكواليس اللي تعلقت بهذه العملية. والله استاذ احمد انا ما عندي يعني 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 خلفية عن ما حدث، لكن احنا بذلنا يعني بيتكلمنا مع اخواننا الحسة موجودين في السكرتارية. انا ما بعرف حاجة اسمها سكرتارية ما شرعية وكده، لكن السكرتارية الموجودة الحالية اللي انتجتها الانتخابات الاخيرة بتاعت تجمع المهنيين، نحن اتكلمنا معهم على اساس انه نحن يعني نقعد نستجلي الامر منهم، نعرف انه حصل شنو. وزي ما قلت لك قبل نحن بتهمنا وحدة قوى الثورة. نعم. يعني احنا ما دارين نفقد اي كيان ولا اي شخص واحد قام معنا بهذه الثوره. نعم. فده نحن تكلمنا معهم وان شاء الله نقعد معهم وان شاء الله يعني بنشوف الحلول المتاحه كلها بنعملها ان شاء الله. نعم. استاذ امين سعد، انت منظم او منسق تنظيم الميدان بقوة اعلان حريه والتغيير، في ختام المساحة الزمنية اللي قضيناها معك، لو عندك يعني رسائل تحب تضعها في بريد لجان المقاومة الحرية والتغيير، في بريد الشعب السوداني. أنا والله يعني أنا مهموم جدا بوحدة قوى الثورة، وبفتكر إنه نحن الآن إذا كان في الحرية والتغيير أو في لجان المقاومة أو في 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 القوى السياسية أو في حكومة الثورة، يعني إحنا مفروض نشتغل للحرية والتغيير لغاية ما نعبر الفترة الانتقالية. ما بنلغي لأحزاب أو لزول نشاطه الحزبي أو إنه الأحزاب تبني قواعدها وكده، لكن بفتكر إنه نحن علينا في هذه المرحلة أن نعمل للحرية والتغيير، نحافظ على وحدة قوى الثورة، لأنه ما في ضامن لاستمرار الثورة أو عدم إجهاضها غير وحدتنا في قوى الثورة. وفي ده يعني نحن ما حنتخلى عن دورنا في أننا نحن دائما أبدا بيكون موفقين لكل الخلافات لكل الصراعات اللي قاعدة تحصل، في أنه نجنب الحرية والتغيير إنها تنقسم أو تشظى أو نعيد الثورة أو القوة السياسية لمراحل ما قبل الثورة. واحد من الأسباب الرئيسية اللي أدت لبغاء نظام 30 سنة اللي هي نحن في فترة من الفترات كان الصراع بيناتنا أشد من صراعنا ضد النظام، ده طال عمر النظام. إن شاء الله ده تاني ما يتكرر، إن شاء الله نحافظ على وحدة قوى الثورة، إن شاء الله نحن موحدين. الرسالة برضو للثوار ولأسر الشهداء إنه نحن يعني ما متنازلين بأي شكل من الأشكال عن وعدنا لشهدائنا الأبرار فينا أن نحن نكمل الثورة وفينا أن نحن نجيب حقهم إن شاء الله. نعم. في ختام هذه المساحة أشكرك جزيلا أستاذ أمين سعد، منظم أو منسق تنظيم الميدان بقوى إعلان حرية والتغيير، على أنه كنت ضيف عزيز علينا في قناة الشروق. شكرا كثير. شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا لك كثير، كثر خيركم. شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا من خلال هذه الحلقة، أشكر لكم المتابعة، وحتى ملتقانا بكم بمساحة زمنية أخرى بإذن الله تعالى. لكم تحياتي وفريق العمل في أمان الله. بحرمة الشهر العظيم حتونا زي كفار قريش، مديت له تمرة وزهرة.